كل اللي ساكنين في مناطق تانية وبعدوا عن بيوتهم القديمة، كل اللي سافر وتغرب عن بلده ولسه ليه ذكرى في المكان اللي تربى فيه، لكل أهل مصر وأخواتنا وحبايبنا في كل مكان بقدم لهم سلسلة رحلات حي سيدة زينب الرائع، ومع الحلقة الرابعة من السلسلة دي. فلو كنت جديد في القناة اعمل سبسكرايب وفعل زر الجرس عشان يجيلك جديد جولاتنا ورحلاتنا أول بأول، ويلا بينا بسرعة نبدأ جولتنا ورحلتنا النهاردة. هنبدأ رحلتنا النهاردة في سلسلة رحلاتنا جوه حي السيدة زينب من شارع القصر العيني واللي بيمثل حد من حدود الحي. شارع هنا من أهم وأطول شوارع مصر، شارع حيوي جدا ومليان معالم وأبنية ومستشفيات ومعاهد ووزارات ومسارح وشوارع مهمة، ومن خلاله بنوصل لعدد كبير من الأحياء والمناطق، في الشعبي منها وفي الراقي، موجود في مستشفى القصر العيني المشهورة وأقدم مدرسة للطب في مصر. شارع معظم المحلات اللي فيه بتبيع مستلزمات الطب طبعا لقربها من المستشفيات والمعاهد، وقربه كمان من كلية الطب وطب الأسنان، وكمان لوجود عدد كبير زي ما بقول لكم من المستشفيات في المحيط اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي. دخلنا كده من شارع الطبروسي من شارع القصر العيني وحنطلع على كورنيش النيل ورايحين كده لميدان فم الخليج اللي حندخل منه على عمق حي السيدة زينب. يمكن زي ما انتم شايفين كده نيل مصر العظيم بقى موجود قدامكم دلوقتي، ويعني عايز اقول لكم بصراحة في جولاتنا العديدة اللي بنزور فيها مجموعة من الاحياء سواء كانت الاحياء الراقية او الاحياء الشعبية بنستمتع جدا بشوارع مصر، وبالذات التلاحم زي ما انتم شايفين كده اللي ما بين الاحياء الراقية والاحياء الشعبية، بتحسوا كده ان يعني زي ما بقول لكم في لحمة ما بين الاحياء دي والاحياء دي وقريبين جدا من بعض، واهل مصر ما بيفرقوش ما بينهم وما بين بعض وكلهم عايشين في سلام ودفء وطمأنينة على مر الزمن. زي ما انتوا شايفين احنا طلعنا على شارع كورنيش النيل ورايحين زي ما بقول لكم على ميدان فم الخليج، وحنطلع او حندخل السيدة من شارع السد البراني، وبعدين حنوصل لشارع السد او السد الجواني او يوسف السباعي، وحنعدي على ميدان ابو الريش ومحطة مترو الانفاق الخاصة بالسيدة زينب. لسه كده مكملين طريقنا. عايز اقول لكم ان كورنيش النيل هنا طبعا لو كملنا على طول بقى هنوصل لمنطقة المانيال، وبعد كده نوصل للمعادي، وبعدين نكمل بقى على طورة وحدائق حلوان ومدينة حلوان، وبعد كده مدينة 15 مايو. زي ما احنا شايفين الجزء اللي على يميننا دلوقتي ده هو ده ميدان فم الخليج، والسور اللي انتوا شايفينه قدامكم ده هو سور مجرى العيون، والشارع اللي قدامكم ده هو شارع مجرى العيون، طبعا هو من الشوارع المشهورة جدا، والسور ده من الأسوار المشهورة جدا ما حكينا عنه في الحلقة الأولى من سلسلة رحلاتنا في حي السيدة زينب. جرينا الفيديو شوية بس وحنكمل رحلتنا بقى دلوقتي اللي داخلين فيها على عمق حي السيدة زينب، وزي ما قلت لكم كده هندخل على الشارع اللي قدامكم مباشرة ده هو شارع السد البراني، وزي ما قلت لكم حكيت لكم بقى على قصته اللي كانت تابعة لسور مجرى العيون اللي كان فيه بقى موجود هنا مية طبعا، والمية دي كان بتحتاج ان هي سد وبتتفتح عشان تدخل المية دي للخليج المصري اللي كان موجود مكان شارع بورسعيد اللي موجود فيه مسجد السيدة زينب. الكوبري اللي هنطلعه دلوقتي ده هو كوبري معدني كده اسمه كوبري الطيبي، بيوصل ما بين ميدان فم الخليج اللي احنا لسه كنا فيه لغاية ما نوصل لميدان ابو الريش، وبعد كده من ميدان ابو الريش هندخل على شارع السد اللي هو شارع السد الجواني اللي اسمه دلوقتي يوسف السباعي، وهنوصل منه لمسجد السيدة زينب. يمكن الكوبري ده بيمر من فوق المترو في المنطقة ما بين محطة السيدة زينب ومحطة الملك الصالح. احنا عارفين طبعا ان الجزء ده هو مترو الانفاق اللي هو الخط الاول، الخط الاول لمترو الانفاق، الخط القديم لمترو الانفاق. طلعنا بالفعل على الكوبري ده، يعني هي غرابة الكوبري ده ان هو طبعا زي ما انتم شايفين هو كوبري ضيق جدا، ولكن الكوبري ده اتجاهين يعني، فكوبري فعلا يعني اتمنى للجميع السلامة هو طالع الكوبري ونازل منه، لانه بالفعل من الكباري اللي تحتاج ان انت تبقى مركز وانت طالعه، لان عشان تبقى لازم تبقى حافظ المنطقة دي بشكل كبير عشان تعرف انه بالفعل الكوبري ده اتجاهين مش اتجاه واحد. يمكن نازلين دلوقتي من الكوبري بقى وهنلاقي مباشرة كده على يمنا
منطقة روضة السيدة، وهنلاحظ ان يمكن الشارع هنا مش متسفلت كويس، لان زي ما انتم شايفين على شمالنا اهو لسه في عمليات انشاءات وتطوير زي ما احنا شايفين. مشروع روضة السيدة دي سواء اللي على يمنا واللي خلص تقريبا او اللي على شمالنا ولسه الشغل بيتعمل فيه، مشروع حضاري جدا ومن انجازات الدولة المصرية فعلا، لانك مش ممكن كنت تتخيل المنطقة دي كانت عاملة ازاي زمان. اهو زي ما انتم شايفين هيبتدي يبان قدامنا بقى العمارات اللي موجود فيها مشروع روضة السيدة، والمنطقة دي أصلا زمان كان اسمها تل العقارب، يعني يكفي بس إن أنت تسمع الاسم ده تحس كده بالخوف والرعب. يعني الموضوع ما كانش بس مسمى، لكنها كانت فعلا منطقة جبلية فيها عدد من العقارب والتعابين، وكانت فعلا منطقة مهددة لحياة كل اللي ساكنين فيها. على يمنا دلوقتي مسجد الطيبي، وبنكمل طريقنا لغاية ما نوصل لميدان أبو الريش، ومنه لميدان السيدة زينب. زي ما انتوا شايفين كده بقى العمارات يعني بالفعل مميزة جدا، ويعني تصميم العمارات بصراحة مميز بشكل كبير، وانه راعى يعني ان احنا نعتبر في منطقة تاريخية ومنطقة أثرية، والتصميم راعى ده، وعمل بعض البلكونات كده بشكل المشربيات القديمة الجميلة بتاعتنا عشان يبقى العمران مميز ومناسب للمنطقة اللي احنا فيها. وبصراحة هي الجزء اللي بيتطور دلوقتي في مصر بيحاولوا ان هم يراعوا الشكل ده، حتى في بعض اشكال مثلا الاقسام الشرطة اللي بتتطور بشكل كبير في مصر. اديكم شايفين كده شكل العمارات من قرب، بقى حاولت ان اجيب لكم صور للعمارات دي، زي ما انتم شايفين كده مميزة بشكل كبير جدا، وصراحة تعتبر فعلا من الانجازات الرائعة للمنطقة دي، وصراحة اصبحت الناس بتعيش في مناطق حضارية اكتر. احنا بالفعل كده دخلنا على ميدان ابو الريش اللي موجود فيه محطة مترو السيدة زينب، وهندخل منه لشارع يوسف السباع او شارع السد. اتعمل في الميدان هنا مول ومجمع تجاري اسمه المواردي، وده طبعا على اسم شارع من اشهر شوارع المنيرة. المول بيعتبر يعني مول الغلابة في مصر، من المولات الشعبية، لكن المول محتاج نظرة لانه بيتسم بالشعبية او بالعشوائية بشكل كبير. داخلين بقى على شارع من اهم شوارع السيدة، وشارع بيطل عليه مسجد السيدة زينب التاريخي، وهو شارع يوسف السباع او شارع شارع السد اللي احنا فيه دلوقتي، واللي على ناصيته موجود مطعم من المطاعم المشهوره جدا في المنطقه هنا، وهو مطعم حبايب السيده، اللي هو فواكه لحوم وفي كباب وكفته وبعض الاكلات المشهوره بيها مصر طبعا. احنا دخلنا بالفعل على شارع يوسف السباعي، وزي ما قلت لكم كده يمكن ناس كتير بيجي اسم يوسف السباعي، لا هي بتقول انا عايزه اسمي الشارع بالاسم القديم اللي كلنا اتربينا عليه، وهو شارع السد. يعني رغم طبعا الشارع متسمي على اسم الأستاذ الكبير يوسف السباعي، يعني الشارع ده زي ما قلت لكم كان اسمه كمان السد الجواني، وطبعا كنا عدينا من شارع السد البراني اللي لسه معدينا عليه من شوية صغيرين، وهو امتداد للشارع اللي جاي من عند فم الخليج، اللي لسه اسم فم الخليج لسه بهذا الاسم. شارع السد البراني اللي كان امتداده اللي احنا لسه جايين منه من شوية صغيرين، واللي بيوصل للجزء اللي احنا فيه دلوقتي، موجود من سنة 1898 لما تم ردم الخليج المصري، وبقى الخليج شارع واسع بيبدأ مع شارع السد البراني لغاية ميدان السيدة، وبعدين بيتغير لشارع الخليج المصري اللي اسمه شارع بورسعيد دلوقتي. الحكاية ان الخليج المصري كان ترعة بتبدأ من النيل من عند منطقة فم الخليج عند سور مجرى العيون وبداية شارع القصر العيني، والترعة كانت ممتدة لغاية صحراء مسترد، وكان هدفها ان هي تصرف مية الفيضان الزيادة. كان فم الخليج بيتقفل بقى بسد براني خارجي من التراب، وكان فتحه عيد، وكان وان الفيضان السنه دي عالي والخير كتير. كان حكام مصر بيعملوا احتفال عند فتحه، وفضل الاحتفال ده لغايه زمن المماليك. الشارع اللي احنا فيه كان هو شارع السد بس الجواني، شارع اتغير اسمه ليوسف السباعي سنه 78 1978 بعد اغتيال الكاتب الكبير والعسكري والوزير السابق اللي كان رئيس لدار الهلال ووزير ثقافه سنه 73، وكمان عضو في مجلس إدارة صحيفة الأهرام ونقيب للصحفيين سنة 77. طبعا الكاتب الكبير ده ليه روايات مهمة جدا زي نائب عزرائيل وأرض النفاق ورد قلبي، هو اتخرج من الكلية الحربية سنة 37، وكان توفيق الحكيم الكاتب برضو الكبير كان مسميه رائد الأمن الثقافي، وقال عليه نجيب محفوظ جبارتي العصر. احنا لسه مكملين طريقنا بقى في شارع السد، هقول بقى شارع السد طول ما احنا ماشيين، هو مكتوب قدامكم هو شارع يوسف السباعي، يعني اللي يحب ده او اللي يحب ده.
وزي ما انتوا شفتوا قدامكم دلوقتي اهو مسجد السيدة زينب، المعلم الرئيسي للحي اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي، واللي متسمي على اسمه حي السيدة زينب. طبعا اتكلمنا كتير عن مسجد السيدة زينب في الحلقة الأولى والحلقة الثانية من سلسلة رحلاتنا، مش هحاول ان انا اكرر الكلام عن مسجد السيدة زينب، ولكن ادعوكم انكم تتفرجوا على الحلقات دي، هتستمتعوا جدا بشوارع وحواري وأزقة حي السيدة زينب. بما اننا برضو جنب مسجد السيدة زينب، عايز اقول لكم ان علاقة الناس بمسجد السيدة زينب علاقة مش عادية ابدا، مرتبطين بالمسجد ده بشكل غريب وعجيب، بيروحوا المسجد كأنهم رايحين فعليا لبيت السيدة زينب، بينادوها بألقاب زي ام العواجز وام اليتامى والطهرة. يمكن سكان الاقاليم البعيدة عن القاهرة بيعتبروا زيارة المسجد شرف وبركة. يمكن في رواية مشهورة للأديب والروائي الكبير يحيى حقي اسمها أنديل أم هاشم، وأم هاشم هي كنية السيدة زينب. يمكن أهل مصر هم أول ناس أطلقوا على السيدة زينب لقب السيدة، فأنت أول ما تقول كلمة سيدة هتعرف إن إحنا بنتكلم عن منطقة السيدة زينب بالفعل. لسه ما زال مسجد السيدة زينب موجود على يمنا، وقدامكم دلوقتي ميدان السيدة زينب، والشارع اللي في وشكم على طول ده هو شارع الكومي اللي بيوصلكم برضو لعدد كبير من شوارع السيدة زينب، منطقة لازولي، وممكن ندخل منه على شارع محمد عز العرب أو شارع المبتدئين، ونروح على منطقة المنيرة، وعلى يمنا وشمالنا دلوقتي شارع بورسعيد اللي كنت لسه بحكي لكم عليه من شوية، واللي كان اسمه زمان شارع الخليج المصري. احنا لسه هنكمل طريقنا بقى، هندخل على شارع بورسعيد وهنبتدي ندخل بقى جوه عمق حي السيدة زينب في بعض الشوارع الجانبية كده، عشان نستمتع بجمال الشوارع وجمال منطقة وحي السيدة زينب. لسه مكملين طريقنا، مسجد السيدة زينب اهو، في سبيله كتاب السلطان مصطفى موجود على شمالنا دلوقتي، وقدام مسجد السيدة زينب على طول. وهندخل النهاردة على شارع زين العابدين، واحد من اهم شوارع حي السيدة زينب اللي بيتقاطع معاه بقى مجموعة كبيرة جدا من المناطق اللي بتميز حي السيدة زينب، منطقة البغالة، وبيقطع معاه شارع التلول، عدد كبير جدا هنتفرج عليهم وهنشوفهم دلوقتي خلال رحلتنا داخل شارع زين العابدين اللي موجود في عمق حي السيدة زينب. طبعا جنب شارع زين العابدين، يعني بيفصلوا اسم السيدة زينب كده، هو اللي جنبيه شارع زين العابدين، واللي جنبيه ناحية تانية هو شارع برضو من الشوارع اللي الناس مصممة تسميه باسمه القديم، وهو شارع مراسينا أو شارع عبد المجيد اللبان. احنا هندخل كده زي ما انتوا شايفين بقى، هندخل في شارع من الشوارع الضيقة جدا، وربنا يكرمنا كده ونقدر نتمشى في الشارع ده. ويمكن اللي بيعيب عموما شوارع وحواري مصر هو الكائن الصغير اللي اسمه التوك توك. بصراحة هو من الكائنات اللي أتمنى إن هي تختفي من شوارع مصر بالفعل، يعني ما أعتقدش إن هي وسيلة مواصلات حضارية على الإطلاق، وأعتقد إن هي إن شاء الله بإذن الله في يوم من الأيام هتختفي، ولكن لابد من توفير وسيلة المواصلات اللي تقدر تناسب الناس اللي عايشة في الأحياء وفي الشوارع وفي المناطق الضيقة، عشان يقدروا يتحركوا بحرية وبشكل كامل. احنا دخلنا بالفعل على شارع زين العابدين، واللي يعني عايز أقول لكم هو من أهم وأشهر شوارع السيدة زينب. وشارع زين العابدين منه بنوصل بقى للسيدة زينب اللي على حق حرطها وعطفتها وأزقتها وضربها، عالم خيالي بجد. لكن يمكن زي ما قلت لكم الدوشة والتكاتك في الشارع ده يعني شيء عجيب. هنكمل طريقنا في شارع زين العابدين، واللي بيتقاطع معاه بقى اسمع يا سيدي شوية الأسماء اللي هتسمعها دي. يعني أنا هبدأ بالأسماء الطبيعية، وشوية شوية هتلاقي أسماء عجب العجاب، يعني حارة بهجت وشارع سلامة وشارع مقامي وشارع الشيخ سليم وشارع شافعي وممتاز والعدوي وطنطاوي وشارع التلول. الغريبة بقى ضرب البهلوان وشارع الشيخ البغال وبركة البغل، وإذا غوطت شوية جوه الحواري والأزقة هنا هتلاقي حارة الوابور والقرشيين وأرون. يعني شارع زي ما انتوا شايفين تجاري بشكل كبير، في محلات على كل شكل ولون. طالما ماشيين بقى في شارع متفرع منه عطفات وأزقة وحارات، عايز أقول لكم بقى يعني إيه الفرق ما بين الحارة وإيه الفرق ما بين الزقاق وإيه الفرق ما بين العطفة، شيء برضو من الحاجات الغريبة هنقولها دلوقتي حالا وإحنا ماشيين في شارع من أهم شوارع السيدة، وهو شارع زين العابدين. طبعا الشارع كلنا عارفينه، لكن الحارة بقى هي شارع بس ضيق شوية، واللي بيتفرع من الحارة بيكون هو الدروب والأزقة، يعني الزقاق بيكون أقصر وأضيق من الحارة ومتفرع منها. الضرب بقى فهو طريق ضيق بيوصلك لجزء مهم من قلب المدينة ومتفرع برضه من الحارة. أما العطفة فبتكون حارة ولكن بتكون ملتوية ومش مستقيمة. الخوخة بقى بتكون فتحة في حاجة اسمها الخوخة، يعني يمكن برضه كان في رواية شهيرة اسمها عطفة خوخة،
فيها الاسمين. الخوخة دي بتكون فاتحة في حيط بيت او يعني خرم كده في حيطة مبنية في الطريق العام، وبتوصل بقى ما بين ضربين او بين زقاقين. طبعا من اشهر الازقه واللي ليه قصه شهيره للاديب العالمي الكبير نجيب محفوظ زقاق المدق. كمان في الخان اللي هو زي مثلا خان الخليلي، ويمكن الخان دي اتعرفت انها سوق كبير بيضم منتجات كتيره زي مثلا خان الخليلي. من الحارات المهمه طبعا في منطقه السيده زينب ومنطقه عابدين، وهو يتبع اداريا حي عابدين حاره الساقيين. كمان في حاره اليهود، ومن العطفات طبعا حاره اليهود هي مش تبع دي، تبع الجماليه، لكن انا بس بتكلم على الحارات المهمه في مصر. من العطفات المهمه كمان عطفه ابو طاقيه او ابو طاقيه، واللي موجوده في الخرنفش، وعطفه الحمام عند باب زويله. يعني احنا لسه مكملين طريقنا في شارع زين العابدين، وزي ما انتم شايفين كده مجموعه من الشوارع. بحاول اكتب لكم اسماء الشوارع اللي بتقابلنا يمنا وشمالنا في شارع زين العابدين واللي موجود داخل عمق السيده زينب. شارع التلولة لو دخلنا شمال كده هنوصل لمنطقه زينهم ومساكن زينهم، ولو دخلنا يمين كده هنرجع تاني على شارع السد او شارع يوسف السباعي. زي ما انتم شايفين كده بنقابل بقى شارع ممتاز، مجموعه من المحلات، مجموعه من الشوارع. أهل مصر الطيبين اللي ماشيين حوالينا دلوقتي بيستمتعوا بأوقاتهم وبيعيشوا جو من الحنين والدفء، بصراحة حاجة رائعة جدا شوارع مصر. ولكن زي ما قلت لكم بتحتاج قدر من النظام، قدر من النظافة، قدر من التنظيم، ولكن تبقى كما هي ببيوتها القديمة بأشكالها بجمالها بالشكل ده، عشان بصراحة مش ممكن هنعوض الشكل ده، لكن نقدر نطوره. احنا بالفعل كده طلعنا بقى على شارع طنطاوي، واللي هنخرج منه على شارع زين العابدين، وبعدين هنلف ونرجع عشان ندخل كده على شارع التلول، ونبتدي نكمل رحلتنا داخل حي السيدة زينب. زي ما هنخرج كده مباشرة على ميدان زين العابدين، وهيبقى قدامنا شارع السلخانة اللي لو دخلنا منه هنوصل لسوق المذبح، ومنه لسور مجرى العيون. لكن احنا هنلف من ميدان زين العابدين ونرجع الشارع اللي دخلنا منه مرة تانية، وهو شارع زين العابدين، وزي ما قلت لكم ندخل على شارع التلول. زي ما انتم شايفين مجموعة من المحلات اللي فيها كل شيء تقريبا، كباب عوف قدامكم مباشرة اهو. طبعا لو دخلنا يمين كده هنروح على ميدان ابو الريش، ولو دخلنا شمال هنروح على مساكن زينهم، ونروح على شارع السيدة نفيسة اللي هيدخلنا على ميدان السيدة نفيسة، ولو كملنا على طول هنطلع على سور مجرى العيون، ومن سور شارع سور مجرى العيون او شارع مجرى العيون، ومنه هنطلع على شارع صلاح سالم. لكن احنا بالفعل لفينا اهو، وهندخل تاني على شارع طنطاوي عشان نكمل رحلتنا جوه عمق حي السيدة زينب الجميل. عايز اقول لكم واحنا ماشيين في شوارع مصر المحروسه وبنحكي عن عظمه تاريخ مصر، واللي زي ما انتم شايفين تاريخ منطقه واحده واكبر واعظم من تاريخ اكبر الدول، شيء خيالي فعلا. البني ادم حياته من غير ماضي، حياته من غير ذكرى، حياته من غير تاريخه شيء ملوش قيمه. يمكن حياتنا واصحابنا وشوارعنا وجيراننا وقرايبنا واخواتنا، حتى المحلات اللي كنا بنشتري منها، اصحاب المحلات دي حتى بنعتبرهم جزء من حياتنا. يعني مش عايز اقول لك ازاي لما بتروح منطقه قديمه كنت ساكن فيها، وحتى بس تشوف الناس اللي ماشيه في الشوارع، اول ما بتشوف واحد كان ليك ذكرى او كنت بتشوفه دايما او كنت بتشتري منه، بتحس قد ايه رجعت روحك ليك. يعني بنفتكر الجوامع اللي صلينا فيها، بنفتكر المحلات اللي كلنا وشربنا فيها، بنفتكر زينة وفانوس رمضان اللي كنا بنعلقها بإيدينا في الشوارع دي وبنستمتع بيها، وبنلعب الكورة في بعض الشوارع دي في بعض الأحيان، بنفتكر السحور ولمة فطار رمضان، بنفتكر اللمة اللي كانت بتلمنا بعد صلاة العيد، كنا نخرج من الجامع بعد صلاة العيد أو حتى بعد صلاة الجمعة ونقعد كده كأصحاب، نقعد نتكلم شوية، حتى يعني في اوقات دراستنا وفي اوقات ما كنا في الجامعه كنا بنقعد نتلم كده ونقعد نتكلم مع بعض. كانت بصراحه يعني مظاهر الحياه الحديثه، انا عايز اقول لكم مظاهر الحياه الحديثه، يعني كلنا كنا حاسين ان هي قربت ما بيننا. كل واحد كان بيفتح الفيسبوك مثلا ويبتدي يدور على صاحبه اللي فقده من زمان وبيلاقيه، بيفرح جدا في الاول وبيحس ان حياته رجعت له وروحه رجعت له تاني، لكن بصراحه بعد شوية بيبتدي يتواصل معاه، وبعد شوية التواصل ده بيقل، وبعدين يبتدي يقل، وبعدين يبتدي يقل، لغاية ما يبقى فقط ان احنا بنقول لبعض كل سنة وانتم طيبين، او بنقول للبعض لبعض البقاء لله. للأسف الشديد مظاهر الحياة الحديثة بعدت ما بيننا، مش قربت ما بيننا ابدا. يعني يمكن زي ما بقول لكم احنا عارفين بعض،
عارفين شكل بعض، لكن القرب هو قرب الأرواح والبعد برضه هو بعد الأرواح. عايز أقول لكم إن إحنا بقينا أبعد من الأرض والمريخ. يعني أنا عايز أقول لكم وإحنا بنلف بقى في شوارعنا القديمة اللي الناس كلهم قريبين من بعض وبيساعدوا بعض ويعني بيستمتعوا بالقرب من بعض، أنا بدعي ربنا إن هو يقرب ما بيننا، وبدعي ربنا إن هو يقرب كل بعيد، بدعي لربنا إن كل اللي سافر وساب بلده إنه ربنا سبحانه وتعالى ينوله كل اللي يتمناه، وينوله إن هو يشوف بلده ويزورها ويستمتع بشوارع بلده. بصراحة كل واحد عنده تاريخ في بلده، كل واحد بيستمتع ببلده بالشكل اللي بيتمنى انه يشوف بلده عليه. صراحة جميلة جدا بلدنا، ومحتاجين ان احنا نستمتع بيها، محتاجين ان احنا نقرب من بعض بشكل كبير. لسه ماشيين بقى، دخلنا طبعا من شارع زين العابدين، دخلنا على شارع الطلول اللي هيطلعنا مرة تانية على شارع يوسف السباع او شارع السد. وهحاول قبل ما انهي جولتي النهارده ان انا اختمها بان احنا ناخد جوله كده من السيده لوسط البلد ونور، عشان اربط لكم احياء مصر الشعبيه بالقاهره الخديويه، وعشان تحسوا ازاي المناطق دي كلها قريبه من بعض. كل الناس الاغنياء والفقراء كانوا عايشين في مناطق قريبه من بعض، ما كانش فيه الفروقات اللي موجوده دلوقتي، ما كانش فيه حاجه اسمها كومباوند موجود ليه سور جانبي والسور ده بيحوط الكومباوند عشان الناس اللي جوه ما يشوفوش الناس اللي بره، او الناس اللي بره ما يشوفوش الناس اللي جوه. بصراحة كانت الحياة أبسط من كده بكتير، زي ما انتوا شايفين كده عمارة قديمة جنب بيت أو جنب عمارة جديدة، جنب بيت قديم، جنب مسجد أثري، جنب مسجد جديد، مجموعة من المحلات القديمة جنب المولات الحديثة. بصراحة شيء يعني يدعو للفخر ويدعو للثراء. بالفعل مصر ثرية جدا، تاريخ وعراقة وحاضر مصر ثري جدا. وزي ما بقول لكم احنا لازم نطور ولازم نستمتع ولازم نحس بقد ايه مصر عظيمة. خرجنا بالفعل زي ما بقول لكم على شارع يوسف السباعي، واللي قدامكم من بعيد شوية ده طبعا هو برضو مسجد السيدة زينب. وزي ما بقول لكم كده طول ما احنا بنتمشى في حي السيدة زينب، وطول ما بنتمشى في شوارع وأزقة ومناطق حي السيدة زينب، بحاول ان انا دايما اربط لكم الحي بالمسجد اللي هو العلامة الرئيسية والعلامة اللي كل الناس بيجوا يزوروها من كل مناطق مصر ومن كل محافظات مصر، وبيستمتعوا جدا بالمسجد. المسجد ده لسه مكملين طريقنا في شارع يوسف السباعي، هنطلع منه على شارع بورسعيد، وهندخل على شارع الكومي، وبعدين من شارع الكومي هنطلع بقى على شارع الميدان لازولي ونوصل لوسط البلد. يمكن عايز اقول لكم ان الخديوي اسماعيل لما حب يعمل لنفسه ولمصر مدينة جديدة، يعني زي ما بقول لكم ما بعيدش عن احياء مصر القديمه وما بعيدش عن اهل مصر الطيبين. اي نعم عمل لنفسه قصر اسطوري، طبعا هو قصر عابدين، ودخل مصر في ديون رهيبه، لكن برضه القصر كان بين الناس. عموما من الحاجات اللي بتميز مصر ان اي حي راقي بتلاقي جنبه حي شعبي، يعني تلاحم وتمازج بشكل كبير. يعني السيدة هتلاقي جنبيها جاردن سيتي مثلا، بولاق الدكرور هتلاقي جنبيها المهندسين، بولاق ابو العيلة هتلاقي جنبيها الزمالك، كتير من كده طبعا. يعني حاجات كتيرة من الأشكال اللي انتوا شايفينها أو الحاجات اللي أنا بحكيها. على يميننا دلوقتي أهو مسجد السيدة زينب، وطالعين بالفعل على شارع بورسعيد اللي كان اسمه شارع الخليج المصري، وهنكمل حكاياتنا وهنكمل رحلتنا داخل عمق بقى حي السيدة زينب، ومنه هنطلع على وسط البلد، وبعدين هنكمل رحلتنا لغاية ما نوصل لميدان التحرير اللي هننهي فيه رحلتنا النهاردة. زي ما بقول لكم أنا كل هدفي من الرحلة بقى بعد ما نهينا الجزء ده من سلسلة رحلاتنا النهاردة داخل حي السيدة زينب، إن أنا أربط لكم حي السيدة زينب وأوريكم قد إيه حي السيدة زينب قريب من وسط البلد، وقد إيه حي السيدة زينب قريب من القاهرة الخديوية. يعني شيء بقول لكم يدعو للفخر، وبقول لكم يدعو انكم، عايز اقول لكم انكم لازم تزوروا الاحياء اللي احنا بنتمشى فيها دلوقتي. ما تكتفيش فقط ان انت تكون ساكن مثلا في مصر الجديده، او ساكن في المهندسين، او ساكن في بعض المناطق اللي يعني مناطق راقيه ومنظمه بشكل كبير، وما تستمتعش بان انت تيجي احياء مصر الشعبيه وتلف فيها وتستمتع فيها وتصلي في الجوامع الاثريه. لازم تروح بعض المناطق دي
وتزورها وتقعد في بعض المحلات الشعبية وتاكل فيها وتستمتع بالفعل وتاخد صحابك. بصراحة أنا عايز أقول لكم على حاجة، والله العظيم هتستمتعوا بشكل كبير، وقولوا إن أنا قلت لكم. طبعا احنا دلوقتي على شمالنا صوبيا الرحماني، وداخلين بالفعل على شارع خيرت، الشارع المهم جدا في حي السيدة زينب، اللي هنحكي عنه بقى وهنزوره بشكل موسع في حلقتنا اللي جاية إن شاء الله، وهي هتكون الحلقة الختامية من سلسلة رحلاتنا داخل حي السيدة زينب. شارع دي ليه حكايات كتيرة، ومنطقة لازوغلي عموما ليها حكايات كتيرة، والمنطقة دي بيسموها منطقة الوزارات لأن فيها مجموعة كبيرة جدا من الوزارات. الشارع زي ما بقول لكم هيكون لينا رحلة وهنحكي عنه ساعتها، لكن هو شارع مهم، موجود فيه محل الونش وحلو الشام ومصنع الكباس بتاع الأحذية، وطبعا كلنا عارفين الماركة دي صراحة، يمكن هي ماركة محترمة جدا، ويعني جزم تقعد معاك سنين لغاية ما تزهق انت منها، ويعني ما بتتقطعش تقريبا، لكن يعني يمكن شكلها كان كلاسيكي شوية. الشارع اللي احنا ماشيين فيه اللي هو شارع خيرت هو موازي لشارع نبار، وشارع نبار ده هو اللي بيوصلنا لعمق وسط البلد، وبيكون امتداده شارع شريف لغاية ما يوصل لغاية شارع 26 يوليو. لسه مكملين طريقنا في شارع خيرت، وعايز اقول لكم ان الشارع اللي على شمالنا دلوقتي ده هو شارع اسماعيل اباظه. الشارع ده لو دخلنا منه شمال هنطلع على شارع منصور، ولو كملناه على طول هنطلع على شارع القصر العيني. هحاول اربط لكم بس الشوارع بعضها ببعض عشان تعرف لو موجود في المنطقة دي وعايز تلف او تدخل بعض الشوارع الجانبيه. بصراحه الشوارع الجانبيه دي بتوفر لكم مساحه كبيره جدا من الطريق، يعني لو محدش حافظ المناطق بيحاول ان هو يمشي من الشوارع الرئيسيه على اعتبار ان هو حافظها وعارف الشارع ده بيخرج من الشارع ده وبيدخل على الشارع الرئيسي ده، لكن الشوارع الفرعيه دي بتوصلنا بسهوله جدا لمناطق ممكن نوصلها يمكن بالعربيه او حتى مشي في وقت اطول بكتير. احنا لسه مكملين طريقنا، وبقى على يميننا وشمالنا شارع جامع الاسماعيلي. شارع جامع الاسماعيلي ده لو دخلناه يمين هيوصلنا البحة بتاع الناصرية، وهيوصلنا لبداية شارع محمد فريد اللي استكماله في عمق وسط البلد بشارع عماد الدين. لكن احنا كده داخلين على ميدان لازوغلي، الميدان المشهور جدا في المنطقة هنا، وهيكون قدامنا تمثال يمكن بان اهو من بعيد شوية، هو تمثال لازوغلي باشا، وهنحكي برضو عن لازوغلي باشا، وهنحكي عن ميدان لازوغلي في الحلقة اللي جاية. لكن زي ما قلت لكم المنطقه بيقولوا عليها منطقه الوزارات، فيها مجموعه كبيره جدا من الوزارات، وزاره العدل، وزاره التربيه والتعليم، وزاره الصحه، وزاره الاسكان، وزاره التموين. يعني كمان على يميننا دلوقتي وشمالنا هو شارع مجلس الشعب او شارع مجلس الامه، ومن الشوارع المشهوره جدا في حي السيد زينب، زورناه في رحلاتنا اللي فاتت. وادي زي ما انتم شايفين كده بنلف بقى حوالين ميدان لازوغلي، وهندخل من شارع مجلس الشعب، ومن شارع مجلس الشعب هندخل على شارع منصور، ومن شارع منصور هندخل على شارع محمد محمود اللي هيوصلنا لميدان التحرير. يمكن زي ما بقول لكم كده برضو بيقاطعنا هو كان شارع نبار على شمالنا دلوقتي، ويميننا اللي هو امتداده شارع شريف من الناحية اليمين، والناحية الشمال دي هنوصل من شارع نبار على شارع بورسعيد مرة تانية، واللي بيوصلنا الحي لمسجد السيدة زينب، أو يوصلنا لميدان أبو الريش. زي ما انتم شايفين كده برضو عراقة وجمال مصر، وطبعا في مجموعة كبيرة من التطويرات او يعني التطوير اللي بيتم في شوارع مصر، عشان كده بتلاقي في بعض الشوارع فيها حفر كده، لكن الشوارع اول ما بتنتهي التطوير اللي بيتم فيها بتبتدي تتخطط وتتنور بشكل كبير. احنا دخلنا بالفعل كده من شارع مجلس الشعب وبقينا في شارع منصور، الشارع اللي هيدخلنا على شارع محمد محمود، الشارع العريق والمشهور جدا في وسط البلد. شارع منصور اللي احنا ماشيين فيه دلوقتي ده لو كملناه على طول وما دخلناش على شارع محمد محمود هنوصل لميدان باب اللوق، طبعا الميدان الجميل جدا والميدان العريق في وسط البلد. يمكن الشارع اللي احنا فيه شارع منصور ده من الشوارع اللي عملها الخديوي اسماعيل بمزاج، وهو كمان بيوصلنا لمنطقة المنيرة الجميلة، واللي بنى فيها وفي إطارها الخديوي إسماعيل قصور لبناته وعمل فيها الفرح الشهير بتاعهم. ويمكن في شارع مهم جدا في المنيرة اسمه أفراح الأنجال، اللي متسمي على اسم أفراح بنات الخديوي إسماعيل. يعني لسه مكملين طريقنا طبعا في شارع منصور، بنتفرج بقى على مجموعة من المباني، سواء كانت المباني الحكومية أو البيوت القديمة أو القصور القديمة، وزي ما انتم شايفين اهو يعني عمارة من العمارات القديمة اللي بتميز القاهرة الخديوية. ودخلنا بالفعل كده من شارع منصور على شارع محمد محمود اللي موجود فيه مقر الجامعة الأمريكية القديم، وهنطلع بقى على طول كده من شارع محمد محمود
على ميدان التحرير اللي هننهي فيه رحلتنا النهارده، بيتقاطع مع شارع محمد محمود، ده شوارع مهمه زي الفلكي وشارع نبار ومحمد فريد، وبيوصل زي ما انتوا هتشوفوا دلوقتي لغايه ميدان التحرير. يعني على يميننا دلوقتي كده منطقه بتدخلنا على منطقه الدش، ويمكن الشارع هنا موازي لشارع التحرير. زي ما بقول لكم احنا هننهي رحلتنا النهارده من ميدان التحرير اللي هو اصلا كان اسمه ميدان الاسماعيليه طبعا، وكان برضه متسمي على اسم الخديوي اسماعيل. طبعا الخديوي اسماعيل سمى حاجات كتير جدا على اسمه، نظرا لانه كان بيشعر ان هو اللي يعني نقل مصر نقله حضاريه كبيره، اللي هي نقله قربها كده من شكل باريس. اتمنى ان رحلتي النهارده اللي كانت داخل عمق حي السيده زينب، وهي الحلقه الرابعه من سلسله رحلاتنا داخل الحي ده، تكون عجبتكم. ولو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجي لك جديد رحلاتنا وحلقاتنا اول باول، وتعمل لايك للفيديو عشان ينتشر بشكل كبير. وشكرا ليكم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.